هاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل، لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30,000 طفل مريض، 10,000 عملية قلب، 8,000 عملية مخ وأعصاب، 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة، 2,000 حالة أورام، 1,500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى، سداد ديون أكتر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام، 100 مشروع متناهي الصغر. كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده، انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر فرع إيزيس. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أحياه. في كتير من حياتنا اليومية الإنسان معرض ولا شك لأمراض وامتحانات وابتلاءات كثيرة، لكن بعض الناس بيتعامل مع هذه الأمراض بشكل خاطئ، ممكن يجزع، ممكن يدخل في اكتئاب، ممكن يدخل في حالة هستيرية. النهاردة إن شاء الله هنسلط الضوء على هذه الظاهرة. معنا يعني الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الحافظ لطفي عمران، استشاري أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي، هيوضح لنا يعني إزاي نتعامل مع المريض، إزاي نخرجه من حالة الاكتئاب اللي هو دخل فيها، إزاي يعني نخليه يرضى بالمرض. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. معنا حالة كنا عرضناها سالفا، هي حالة سلمى، وهي حالة مرض الشلل الرخوة الحاد أو جليان باريه. إن شاء الله هنعرض جزء من هذه الحلقة ثم نرجع للدكتور مرة أخرى. ما بقتش عارفة طبعا أرد عليه خالص. قال لي قولي يا رب. الصبح قمت الصبح على تليفون الساعة 8 الصبح، قالوا معاكي دكتور إيمان سلام. أيوه خير. خير. انا كنت عارفه مين دكتور ايمان سلام، الجندي مجهول مين. قالت لي دكتور ايمان سلام. طيب خير؟ قالت لي عايزه اسمك يبقى بياناتكم واسم بنتك وتقولي ايه اللي حصل لها ومش عارف ايه. فرحت قايله لها، قالت لي طب اقفلي بس هجيلك تليفونات تبع التليفونات دي. قلت لها تمام. انهال علينا متبرعين، ما اقدرش اقول لك، ما اقدرش اقول لك كل ده بفضل انقاذ حياه طفل. جميل، انقاذ حياه طفل. الناس دي ما اقدرش انكر فضلهم على بيتي. فضل الله. الحمد لله. فضل الله. بس ربنا بيجعل لكل شيء سبب. ماشي. الدكتور دوت بيتي دخلت العنايه، دخلنا العنايه دورهم فوق انفصل عننا، شفنا معامله الناس دي جنود مخفيه، معامله تانية خالص خالص، يعني احسن كمان من بره الف 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 مره. لو هم ألف دول مليون برضه. النقطة دي أنا عايز أتكلم فيها، حتة الناس اللي بتعمل سرا، يعني حاجة زي كده، يعني ربنا يبارك للي يعني بيعمل في الخفاء. اتفضلي. دخلت العناية بقوم متابعينها، بقت الجرعات تيجي، البامبرز كان بيجي، كل حاجه كانت. انتوا متخيلين بنت واصله لفين؟ مفيش تحكم في اي حاجه. تمام. ولا حاجه خالص. دكتوره عزه، المرض ده عايزين نعرف ابعاده، دنيته، ازاي اتجنبه، ايه؟ هو المرض ده ربنا ما يبتليش بيه حد ابدا يعني، والحمد لله بفضل الله هو نسبه حدوثه نادره، يعني حوالي حاله او حالتين كل 100,000 بشر يعني في السنه. الحمد لله يعني. انما اللي بيحصل له طبعا زي حاله سلمى كده، واوقات في حالات اسوأ. هو عباره عن ايه؟ عباره عن اوتو اميون ديزيز. يعني ايه اوتو اميون ديزيز؟ يعني مرض مناعي بيحصل فيه خلل في جهاز المناعه، بدل ما يعمل اجسام مضاده تهاجم ميكروبات بتبتدي تهاجم الجسم النفس. فهو دايما بيعقب
التهاب، ممكن التهاب في الجهاز التنفسي العلوي، ممكن يعمل نزله معويه، برد او التهاب في الحلق او التهاب رئوي او نزله معويه حاجه زي كده. هل سلمى كان جالها حاجه زي كده قبل؟ الموضوع ده كان بعد العيد على طول، كانت في رمضان. ايوه عندها دور سخونيه شديد باحتقان في الزور واللوس. ايوه مشاهدينا الكرام، ورجعنا لحضراتكم مره اخرى. بدايه احب اقدم اعتذار للدكتوره ايمان سلام ان اعتذرت عن هذه الحلقه لظروف المرض. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. معانا اتصال هاتفي من ام سلمى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا ام سلمى؟ الحمد لله والله يا استاذ مروان، الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. حضرتك عايزك تشرحي للدكتور عبد الحافظ ايه اللي حصل مع سلمى من ساعه ما دخلت في حاله الشلل الرخو الحاد والحاله النفسيه اللي دخلت فيها. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. احنا والله سلمى لما دخلت العنايه كانت طبعا ما بتتكلمش ولا بتتحرك ولا حاجه خالص، كانت بس عينيها هي اللي بتتحرك. فقعدنا 15 يوم بالظبط، وبعد ال 15 يوم سلمى رفضت اي حد يخش لها العنايه. رفضت اي حد يدخل العنايه؟ رفضت اي حد يدخل لها العنايه. طب ليه؟ طب كده طبعا هم جوه في العنايه بيقولوا لها طب انت عايزه ماما، هي بعينيها، فبتقول له بتغمض عينيها بتقول لهم لا. فالدكاتره راحوا قايلين لنا سلمى كده هتخش في حاله نفسيه تمام وكده، يعني ممكن يؤدي للاكتئاب يعني. تمام. فهاتلها اي حد هي بتحبه، هاتلها يعني لو ليها اخوات هاتلها اخواتها، حد بتحبه مقرب ليها. فبدانا نجيب لها اخواتها. تمام. فحتى لما كنا بندخل لها كانت بتغمض عينيها ما بتبقاش عايزه تشوف حد. تمام. لما طلعت من العنايه بعد كده بقت مش عايزه حد يتكلم معاها، مش عايزه حد يعني يجي جنبها خالص غيري. بقت طيب يا ام سلمى، عايز اسال الدكتور عبد الحافظ حضرتك يا دكتور، الحاله اللي دخلت فيها سلمى اللي هي الرفض التام لوجود حد معاها حتى الاب والام، تسمى حاله ايه؟ بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني بدايه كاجابه سريعه، ده اسمه اكتئاب تفاعلي. اكتئاب تفاعلي. تمام. اتفضلي يا ام سلمى. طلعنا طبعا بقول لحضرتك من العنايه، بقيت رافضه اي حد بره في البيت عندي، مش عايزه غيري انزل بيها اوديها جلساتها العلاج الطبيعي. دخلت في دور كده بقت تتوهم اشياء في البيت، بقت تقول في هنا حد بيكلمني، في هنا حد واقف اهوت. بقت تعمل كده يعني قصص يعني تعبنا منها ودخنا بيها ساعتها، وكانت بتحكي حاجات مثيرة يعني حاجات تخوف. تمام. ان في حد بيكلمها، ان في حد موجود معاها بيكلمها دايما. تمام. والله استنينا وراها وبقينا وديناها للدكتور وكده، وقال ده طبيعي لان هي كانت قاعده في العنايه ما كانتش تتكلم مع حد، وقعدت شهرين ما بتتكلمش. قعدت شهرين ما بتتكلمش؟ طبعا كانت عامله شق حنجريف ما كانتش بتتكلم. اظن ده من اعراض الشلل الرخو الحاد. طبعا ان هي فقدت النطق. ممكن يصيب معظم العضلات اللي في الجسم نتيجه للالتهاب في الايه؟ في الغشاء الميلين شيس اللي هو حوالين العصب. تمام. اتفضلي يا ام سلمى كمل. بس فبعد كده بقى جينا بقى دخلنا في دور العلاج الطبيعي، وبقينا نودوها العلاج الطبيعي ونجيبوها، بس شخصيتها اتغيرت خالص تماما. شخصيتها اتغيرت؟ هي الاول خالص خالص. هي الاول كانت البنوته اللي بتخاف، لو حد بص لها بتخاف مش عارف كده. دلوقتي لا، بقت بتتكلم بحده، بتعامل اخواتها بحده. تمام. ما بتتعاملش بطبيعتها زي الاول. يعني بقت بتالف قصص واشياء كتير، وكل حياتها كلها مؤلفه يعني ما فيش منها صراحه خالص. تمام. خالص يعني تعبنا، حتى احنا تعبنا معاها مش عارفين نعملوا ايه. تمام.
كل 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 كلامها كله 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 مفتعل، مفيش حاجة، قصص يعني مختلقة. تمام. قصص هي بتحكيها، انما اصلا مش يعني مش من الواقع، يعني ما حصلتش، فمش عارفين نعمل معاها ايه اصلا والله. تمام. تعبنا منها خالص، مش عارفين نعمل ايه، وتعب الله. حتى في المدرسة رافضة، يعني حتى في الدراسة رافضة، ما عندهاش تقبل. ما راحتش المدرسة؟ راحت. تمام. بس بتروح وترجع تقول لك لا الناس بتبص لي، انا مش رايحة تاني، انا ما وانا ماشية في الشارع الناس بتقعد تبص لي، انا مش همشي تاني في الشارع، مش رايحة تمام. تاني. تمام. فالله المستعان والله، يعني مش عارفين نعمل معاها ايه. أم سلمى أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا، متشكرين لمداخلة حضرتك، وربنا يشفي سلمى إن شاء الله. دكتور عبد الحافظ، عايز أدخل لحضرتك على طول، يعني هنسيب حالة أم سلمى دلوقتي، بس أنا عايز أسأل سؤال حضرتك، سؤال عام، كيف نتعامل مع المرض بشكل عام، بشكل عام أي مرض؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بداية قبل أن نجيب عن هذا السؤال، في مقدمة لابد أن نتحدث عنها. تمام. وهي يعني نظرة الإسلام للصحة عموما، نظرة الإسلام للصحة، عموما، وكيف أن الإسلام، دين الإسلام أولى الصحة اهتمام عظيم جدا جدا. تمام. بفضل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. تمام. وفي كل خير. وقول الله سبحانه وتعالى، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تمام. ويعني يكفينا الأثر، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، ومروهم أن يثبوا على الخيل وثبا. وكيف أن يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تحولوا بعد الإسلام إلى قوة خلاقة بناء، قوة عظيمة جدا. يعني بسبب يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تمام. بعوامل الثبات وعوامل الصبر وعوامل القوة الطبيعية. تمام. إن تشريعات الإسلام فعلا كلها قوة. تمام. صيام، صلاة، عبادات، كما يقول القائل يعني إنما الإسلام قوة وشباب وفتوة. تمام. فمحتاجين فعلا إن احنا نعرف القوة، مفهوم القوة في الإسلام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تمام. قوة جسدية، قوة نفسية، قوة روحية، قوة في العبادة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. القوة في الإسلام لها شأن عظيم جدا جدا جدا. تمام. القوة دي الرسول صلى الله عليه وسلم حس عليهم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة بيرووا عن قوته وعن شجاعته، وكان قوة عظيمة جدا. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان لهم قوة، كان سيدنا علي بن أبي طالب كان عداء، وكان سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان يسابق الخيل فيسبقها، يعني يسابق الخيل فيسبقها. يعني حضرتك عايز تقول بوجه عام ان الاسلام يعني حث على الانسان ياخد باله من صحته. مضبوط. ومن قوة بدنه ومن قوة روحه. تمام. وانه يبتعد بقدر الامكان عن الامراض. تمام. طيب نظرة الاسلام للمرض. المرض في الاسلام له شأن عظيم جدا جدا. اولا نسأل الله العافية. امين يا رب. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان من أذكاره في الصباح والمساء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. تمام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. تمام. واجعله الوارث منا. تمام. فالإنسان يدعو الله عز وجل إنه ربنا عز وجل يعافيه من الأمراض، يعني ما يجيبهاش له بالمرض. تمام. ويكفينا قول الله عز وجل عن سيدنا أيوب، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولكن نظرة الإسلام للمرض، المرض قد يكون نعمة من أجل نعم الله عز وجل على العبد. المرض قد يكون نعمة. نعمة عظيمة جدا من أجل نعم الله سبحانه وتعالى، وقد تكون أحيانا أفضل من نعمة الصحة. تمام. فالله عز وجل جعل المرض لأسباب. اولا بدايه هو ابتداء، هو ابتلاء من الله عز وجل، يعني اختبار. تمام. والله سبحانه وتعالى يختبر العبد لرفعه قدره عنده سبحانه وتعالى، او لمغفره ذنوبه، او قد يكون المرض نفسه صحه للمريض، يعني يعافيه من امراض ايه اخرى.
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه صلابه زيد في بلائه، وان كان في دينه ضعف خفف عنه في بلائه. تمام. فالمرض نعمه عظيمه جدا جدا، وتحتاج من الانسان انه يتقبلها برفق. برفق. طيب كيف يعني عايزنا الناس تعرف ازاي تتعامل مع المرض، اي مرض ايا كان نوعه، ازاي تتعامل معه؟ تتعامل مع المرض اولا من منطلق ان الله عز وجل يبتلي من شاء بما شاء وكيف يشاء. تمام. الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين. رب العالمين. تمام. فالله عز وجل يبتليك، ولكن ما ابتلاك حسن ظنك بالله عز وجل. تمام. ان الله عز وجل ما ابتلاك الا ليعافيك، وما امرضك الا ليشفيك، وما اخذ منك الا ليعطيك. تمام. فحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى انه هو يبدل الامور، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. تمام. محتاجين فعلا ان احنا اولا عشان نتعامل مع المرض ان احنا بنتعامل مع حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. تمام. طيب حضرتك عايز يعني شرح او فكره عن الشلل الرخ والحاد. انا لسه هنتكلم عن تعامل الناس مع المرض. طيب استقبال الناس للمرض، استقبال الناس للمرض ان هم ان هو قدر من الله عز وجل، قدر من الله عز وجل، وان اقدار الله أقدارهم أقدار يعني ان اقدار الله عز وجل كلها خير. تمام. يعني مثلا في احد المرضى مريض بالسكر. تمام. راح لدكتور فبقول انا ربنا عز وجل انعم علي بمرض السكر. تمام. بنعمه مرض السكر. فالطبيب الطبيب انبهر، ازاي نعمه مرض السكر ده؟ الناس بتعتبر السكر ده مصيبه. وده فعلا الانسان يعني القدره النفسيه عنده ممكن يتعايش مع المرض بنفس سمحه جدا، لدرجه انه ممكن فعلا المرض ده ينقلب الى ايه، الى سعاده والى ايه. وده يعني سبحان الله العظيم، سيدنا الحسين، سيدنا عمران بن حسين ربنا ابتلاه بمرض، فاحد الصحابه احد الناس بيساله البواسير، بيساله يعني انت صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن تدعو ربنا ان هو يشفيك؟ فقال لو تعلمون ما اعلم ما قلتم ذلك، ان الملائكه تصافحني على فراشي. ان الملائكه تجي بتزور وبتصافح على فراشي، مصافحه عينيه جسديه يعني محسوسه. الله اكبر. وسيدنا ابي بن كعب لما عرف قيمه المرض دعا الله عز وجل، قال اللهم اني اسالك حمى لا تقعدني عن جهاد ولا صلاه. الله اكبر. علشان ياخذ ثواب الايه؟ المرض. فاحنا بنتعامل مع المرض بنفس عاليه جدا. ده اذا حدث المرض، ولكن احنا نسال الله عز وجل العافيه. تمام. النفس العاليه ديت هتخلي المريض عنده قدرات نفسيه وقدرات عاليه، وبتساعد في ان المرض يزول بايه؟ بسرعه، والمحنه بتاعنا بتعدي بايه؟ بمنتهى البساطه. تمام. والسهوله. تمام. فالرجل اللي قال انا ربنا انعم عليا بمرض السكر، فالرجل الدكتور بيساله ازاي؟ قال له انا كنت من اول العشاء ننام ولا نسال عن قيام ليل ولا عن صلاه ولا شيء، فاصبحت دلوقتي كل شويه من مرض السكر بخليني نتبول كثيرا. فنروح نتبول، نصحى ننام وبعد ساعه او ساعتين نتبول، فنتوضى بالمره ونصلي ركعتين وننام وهكذا. فسبحان الله الرجل تعامل مع المرض بمعنويات عاليه، يعني بقدره فائقه، فاستطاع بفضل الله عز وجل انه يتعايش مع المرض بدون شؤم. وكده كده سواء انت صبرت او لم تصبر، ماشي، المرض موجود، وربنا عز وجل امرنا فقال فاصبر صبرا جميلا، وسيدنا يوسف وسيدنا يعقوب قال فصبر جميل، لان الصبر المطلوب هنا لابد ان يكون صبر جميل. اذا تعاملنا مع المرض بهذه الطريقه معظم الامراض مش هيكون لها اثر في حياتنا. تمام. بدليل مثلا لو فرض ان انسان جاله السكر او الضغط، معناه انه هياخد العلاج طول العمر. تمام. طب هيتعامل ازاي لو نفسيته متحطمه؟ ممكن يضيع ايه، يضيع حياته ويهدر صحته بسبب القلق والتوتر. تمام. والانفعال اللي يصاحب هذا الايه، المرض. فمحتاجين ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نتعامل مع المرض بنفس عاليه، ومش معنى ذلك اننا نهمل العلاج ولاننا ما نذهبش لطبيب، لا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقلها ارضى وتوكل، اعقلها وتوكل، ولكن انت ترضى بقضاء الله عز وجل. رضائك بقضاء الله عز وجل حيديك قوه في جهازك المناعي، وقوه في اعصابك، وقوه في عضلاتك،
وقد تكون هذه القوة هي السبب الأساسي في العلاج والخروج من المرض. فأكم من أناس مرضوا بأمراض مستعصية وشفاهم الله عز وجل بسبب القوة الإيه؟ الروحية وبسبب الرضا وبسبب السعادة اللي هم فيها. وأكم من أناس أصيبوا بأمراض بسيطة وبسبب القلق والتوتر والاكتئاب والقلق صار الأمر بالنسبة لهم أصعب. طيب حضرتك تكلمت في الصبر وفي يعني والرضا، لكن في ناس الأمراض بتسببهم اكتئاب، عايز فكرة عن الاكتئاب وإيه اللي هو الاكتئاب التفاعلي اللي حضرتك لسه قايل عليه. احنا عندنا الاكتئاب ده أنواع. تمام. في اكتئاب داخلي على حسب التقسيمات، في تقسيمات يعني قديمة وفي تقسيمات حديثة للاكتئاب. في اكتئاب داخلي بينبع من داخل الإنسان لأن عنده اختلال في الناقلات العصبية، اختلال في الناقلات العصبية. وفي اكتئاب تفاعلي بسبب الظروف والحوادث، واحد تعرض لموقف، واحد تعرض لحادث، واحد تعرض لمصيبة من المصائب، تعرض لمرض معين فبيتعامل مع هذا المرض أو هذه المصيبة أو هذا الحادث بنفس غير رضي، فبيزع ويضطرب فيوصله هذا الأمر إلى إلى درجة الاكتئاب. تمام. التفاعلي. كذلك والاكتئاب برضو فيه تقسيمات تانية، اكتئاب نوبات اكتئاب عظمى، نوبات اكتئاب متوسطة، اكتئاب طفيفة، فدي كلها درجات من درجات الاكتئاب. تمام. كذلك برضو فيه تقسيمات تانية الاكتئاب، اكتئاب يعني زي مثلا اضطراب وجداني. تمام. فهذه الدرجات أو هذه الأنواع من الاكتئاب الأطباء بيتعاملوا معها بيبقى أشكال مختلفة من من العلاجات. تمام. احيانا بعض انواع الاكتئاب تكتفي بالمحادثات النفسيه، الانسان يوضح للمريض ان المشكله بسيطه او سهله. هذا السؤال الاكتئاب اللي كنت اساله لحضرتك، الاكتئاب بشتى انواعه تفاعلي او تخيلي او غير ذلك، يعني ازاي نخرج المريض من الاكتئاب؟ ما هو ده السؤال اللي كنت هطرحه على حضرتك. تمام. تمام. بدايه تمام. ان احنا بنحدد نوع الاكتئاب، وايا كان نوع الاكتئاب محتاجين ان احنا نقوي نفسيه المريض. تمام. ونذكره بالله سبحانه وتعالى. تمام. ونذكره بان ده اصلا امر يعني اي انسان معرض له في حياته. تمام. ولكن لابد ان هو يستقبله بنفس راضيه. تمام. ونوجهه الى بعض الامور اللي هتقوي نفسيته. تمام. وتعينه على ان يخرج من هذا الامر بسلام. اول هذه الامور حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. تمام. الأمر الثالث إنه هو يعني يفتت أو يجزئ أسباب هذا الاكتئاب. أنت اكتئبت ليه؟ تمام. المرض ده هل أنت الوحيد اللي مصاب به؟ طيب لو فرض إن أنت جزعت، إيه الفايدة؟ وإيه اللي هتتحصل عليه من وراء الإيه؟ القلق ومن وراء الانفعال. تمام. الامر الثالث ان احنا بنجلس مع المريض جلسات نفسيه نحاول ان احنا نطمنه ونهديه وان الامر لا يحتاج منك الى مثل هذه الامور. بعد كده في حاجه يعني اشياء عندنا في الطب برضه من ضمن العلاجات النفسيه قبل ما ندخل في الادويه. تمام. اشياء احنا نخليه يعني خلينا مثلا في يعني الاكتئاب ان احنا لانه مثلا بيكون في حاله حرجه او في يعني عايز يعمل اسعافات اوليه زي ما بنقول مثلا زي في حاله سلمى هي في العنايه المركزه ازاي نخرجها وهي دخلت في حاله اكتئاب، ازاي نخرجها من حاله الاكتئاب بالكلام، ازاي يعني نكلمها ونقول لها ايه والكلام ده كله. انا ذكرت في خلال كلامي ان احنا بنجلس مع المريض ونوضح له صوره المرض وطبيعه المرض ونطمنه ونهدئ من روعه، وفي نفس الوقت زي ما الوالدة عملت مع بنتها تجيب الأوجه اللي هي بتحبها، الشخصيات اللي هي بتتقبلها. طيب. احنا معنا اتصال هاتفي من الشيخ راضي لحوتي. انا وسهلا بحضرتك الشيخ راضي. يا الو. يا وسهلا، ازي حالك؟ احنا عامل ايه؟ الله يبارك في عمرك، ايه اخبار حضرتك؟ منور الشاشة ومنور الدنيا كلها. نورك يا فندم. ربنا يكرمك. بس طالب بس ان النفسي على الدكتور عبد الحافظ الله يحفظك يا شيخ. تمام. وقوله يعني انه دايما يكون في تقدم وازدهار يعني صراحه. جزاكم الله خيرا. وطبعا الدكتور عبد الحافظ عمل معايا حلقه قبل كده وكانت حلقه جميله جدا صراحه. الدكتور عبد الحافظ علم.
عالم فعلا من اعلام يعني الدين واعلام الطب. الحمد لله. بس ممكن بس عن نكلم الدكتور عبد الحافظ بس يعلمني على حاجه بس اللي هي تفضل تفضل يا شيخ. هل الشيطان يا دكتور بيكون سبب في دخول الانسان في حاله نفسيه او اكتئاب نفسي؟ هل الشيطان يكون سبب لدخول الانسان في حاله نفسيه او اكتئاب نفسي؟ السؤال واضح يا دكتور كده؟ طبعا طبعا. تمام تمام. وسؤال ثاني اتفضل. احنا دايما في 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 حالات العلاج بتاعنا طبعا بنبعت حالات للدكتور عبد الحافظ بتعالج طبيا ويكون تكون عند حاله لبس او سحر او غيره. تمام. يا رب دكتور عبد الحافظ بس يبين حتى ان ده فعلا ان في ممكن الجن يتاثر باخذ جلسات الكهرباء او 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 العلاج الطبي، يعني ده اللي دايما نربط الطب بالشرع والعلوم الشرعيه. تمام تمام. في اطباء بينكروا حاله ان الجن يكون له تدخل في دخول الانسان. كنت اتحدث مع الدكتور عبد الحافظ واحنا يعني جايين في العربيه، كنت بتكلم معه وهو باين لي ان هو ممكن يعني هيعمل عامل بحث فعلا عن كده، وان شاء الله باذن الله نفرد له حلقه الموضوع ده ويتكلم عن الموضوع ده باستفاضه ان شاء الله. تمام. ربنا يحفظك ويبارك فيك. جزاكم الله خيرا شيخ راضي. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخ راضي. تفضل يا دكتور. بالنسبه للسؤال الشيخ راضي طبعا هل الشيطان بيكون سبب في دخول الانسان في حاله نفسيه او اكتئاب نفسي؟ بالنسبه لهذه الاجابه طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران، اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وربنا سبحانه وتعالى يعني قال في سوره البقره الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وربنا سبحانه وتعالى قال انما النجوى من الشيطان. تمام. ليحزن الذين امنوا. تمام. ده نص صريح اكيد، وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. تمام. وعلى الله فليتوكل المتوكل. تمام. فاذا الشيطان قد يصيب الانسان بنصب وعذاب. تمام. وقد يتخبط الانسان من المس. تمام. وقد يحزن الانسان. تمام. يناجيه فيحزنه، وده بنص حديث الرسول بنص ايات الله سبحانه وتعالى، ليس تمام. فيها ايه يعني ليس فيها امراء. تمام. فالشيطان فعلا قد يتسبب في مثل هذه الامور. بل ان الشيطان اصلا كما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. تمام. ويقول الله عز وجل ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. تمام. ونهايه الفحشاء والمنكر والفقر والاشياء دي كلها هتدخل الانسان في اكتئاب ووساوس وامور شيطانيه وأمور فيها من الحزن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تمام. فجزاك الله خير. طيب. طيب حضرتك نحن اتكلمنا في إخراج المريض من الاكتئاب. في حالة سلمى زي ما والدتها قالت هي بتتخيل حاجات، يعني هي في الكواليس تقريبا لما قعدت مع أم سلمى وسلمى كانت بتتكلم بتقول إن سلمى مثلا بتبقى قاعدة بتقول أهو بكلمني، بتتخيل حد بيكلمها. وفي الاخر تبين انها قصص مختلقه. طب ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ موضوع سلمى طبعا كاي انسانه تعرضت لهذا المرض الخطير بعد مثلا من حياه الطفوله تمام هي تعرضت له في سن 8 سنوات تمام والمرح وانها نفسها يعني تتحصل على كل الدنيا وهي ايه تمام في كامل حركتها، فجاه وجدت نفسها ايه يعني تحطمت تمام. فدخلت اكيد دخلت في امور نفسيه خطيره جدا جدا تمام، بدليل انها رفضت انها تقابل والدتها واعز الناس لها تمام. فده كله سبب لها صدمه. الصدمه دي بدايه كانت اكتئاب تفاعلي ولكن تحولت الى اشياء اخرى، يعني اثرت فعلا مع كثر الاكتئاب او مع شده الاكتئاب بيحصل يعني لخبطه في الناقلات العصبيه، اختلال في الناقلات العصبيه بتدخل الانسان فعلا في مرض نفسي حقيقي تمام يحتاج الى علاج فعلا. دخلت في هلاوس، دخلت في ضلالات، دخلت في امور لابد من لها ايه من 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 موقف تمام، ان الدكتور يجلس معاها فعلا ويتحدث اليها بحيث ان هو يحدد درجه المرض النفسي اللي وصلت له. ومن جلسته معها يقدر من خلال تحديد درجه هذا المرض ان هو ازاي يخرجها من ايه تمام. من هذا المرض، اما عن طريق يعني جلسات نفسية أو عن طريق أدوية تمام. لأن في الحالات اللي زي ديت بنحتاج إحنا النوعيات من الأدوية بتطلع المريض من الإيه؟ من الاكتئاب من الوهم، مش الاكتئاب بقى الوهم أو اكتئاب ووهم ده دخل يعني دخلت في الوهم في وهم تهيؤات وهلاوس وضلالات
وامور يعني دي نتيجه خلل في الناقلات العصبيه للمخ. تمام. طيب هي بتقول ان هي يعني ايه اتضح بعد كده ان هي قصص مختلقه من البنت. طب ايه اللي خلاها وهي طفله في السن ده يعني ان هي تختلق قصص او تالف قصص من دماغها؟ الطفل طبعا ما بنظروش على اساس انه مثلا ما عندوش ذكاء او انه هو ذكاؤه قاصر او انه لا سمح الله ما قلتش كده. يعني في الطفله في السن ده بتالف قصص حتى هي دخلت على يعني القصه دخلت على امها وصدقت. احنا عندنا حاجه في الطب النفسي اسمها ديفنس ميكانيزم. تمام. ديفنس ميكانيزم يعني طرق دفاعيه. الانسان من كتر اكتئابه او من كتر مثلا ضعفه امام المرض يبدا يحاول مع نفسه يطلع نفسه من ايه من المرض ده. اما انه يتخيل مثلا امور معينه او تمام. يعيش في وضع غير حقيقي مش عاوز يعيش في الواقع اللي هو فيه. تمام. فبيبدا يرسم لنفسه ايه واقع داخلي او حياه داخليه او دنيا داخليه يعيش فيها. تمام. مثال بسيط مثلا المدرس اللي بيشرح للطلبه وفجاه لقى نفسه مرهق وتعبان وعاوز يخلص بدري يقول انا شايف ان انتوا تعبتم ومحتاجين تستريحوا. تمام. بيرمي الايه بيرمي الـ الـ العيب عند الطلبه بحيث ان هو يستريح شويه. تمام. ده بنسميه احنا برضه من نوع من الديفنس ميكانيزم. تمام. فكذلك الطفله عاشت في جو كله مرض وكله كآبه فهي مع نفسه المخ بحاول ان هو ايه تمام. يختلق امور تمام. معينه بحيث انه يطلع نفسه من هذا المرض. تمام. فيبدا بقى يختلق القصص والاكاذيب. ولكن احنا كاطباء لازم نركز في هل هذا الاختلاق ده هل هو فعلا اختلاق نابع عن ديفنس ميكانيزم تمام ولا نابع عن مرض. ايوه ديليوجنز هالوسينيشنز يكون ورا منها اختلال في الناقلات العصبيه. تمام. ماشي. وخصوصا ان والدتها بتيجي تحكي بتقول انها عندها مثلا انها بتحس ان الناس بيتكلموا عليها الناس الناس مش بيحبوها الناس مثلا مش متقبلينها. فعلى كده مش عاوزه تروح المدرسه ومش عاوزه تنزل الايه الشارع. تمام. هل فعلا ده حقيقي ووصلت للمرحله دي فعلا ولا هي بتختلقها علشان تهرب من ايه؟ طيب ازاي الام تعرف ان في خطر على بنتها او ان البنت دي بتختلق قصص ديفنس ميكانيزم او في هي مريضه حقيقيه؟ يعني الام مش هتعرف كده الا من خلال عرضها على طبيب نفسي يكون فعلا طبيب متميز وطبيب فاهم ويد اذنه كويس جدا جدا لمريضته بحيث يسمعها ويستطيع ان هو يحلل كل كلمه بتقولها. تمام. يكون ذكي في التعامل مع المريض لان ممكن انا كطبيب المريض بيسرح بيا ودخلني في ايه في امور كثيره جدا وفي النهايه نطلع من وراه بدون تشخيص صادق فبناء عليه مش هيكون العلاج ايه سليم. مش هيكون العلاج سليم. تمام. فمحتاج من الام انها تعرض بنتها على استاذ متخصص او دكتور يعني يكون قدير في هذا التخصص وتتابع معه لان الامراض النفسيه ما بتصحاش بيوم بين يوم وليله أو اسبوع او اسبوعين. لا بتاخد وقت. تمام. فبفضل الله سبحانه وتعالى ممكن تخرج من هذا الامر بسهوله جدا جدا. تمام. وخصوصا ان الامراض العصبيه او النفسيه يعني امراض الجهاز العصبي اللي هي العضوي بننبه كل انسان او كل يعني واحد الناس عندها الفهم قاصر من ناحيه امراض المخ والاعصاب والامراض النفسيه. تمام. معظم الناس عندنا بيستعروا من المرض النفسي وبناء عليه يا ريت مثلا بيستعر منه بيسعى في علاجه لا بيهمله لغايه ما يتفاقم. كذلك معظم الناس ما عندهاش وعي وثقافه بامراض المخ والاعصاب. تمام. فبيتعاملوا معها خطا. ماشي. يعني فاي واحد يحس باي شيء في اعصابه وهن رهل في العضلات يحس انه مش قادر يمشي فيه تنميل لازم يعرض نفسه على ايه استاذ مخ واعصاب او استشاري مخ واعصاب او اخصائي مخ واعصاب عشان يقدر يقيم هذا الايه المرض وينجزه فيه. هل هو خطير في بدايه؟ مش محتاجه هو الانسان لو احنا لسه بنقول الاسلام اهتم بالايه بالصحه فالانسان تمام. مش هيبدا يسمع وصفات من جيرانه او من حبايبه والموضوع ده سهل وما تشغلش دماغك بيه وكذا وكذا لغايه ما نلاقي المرض تفاقم ووصل لايه لدرجه من الخطوره. تمام. بدليل مثلا
السيدة الفضيلة لما كشفت عند دكتور مثلا امتياز او دكتور لسه مبتدئ بالظبط يعني وداها اتجاه تاني خالص. ايوه الله يشرح لحضرتك بالظبط. ولا ده نقص بوتاسيوم ونقص لو هي راحت لمش هنقول ان اخصائي امراض مخ واعصاب لو راحت لاخصائي باطنه بس اخصائي فعلا متميز وفاهم تخصصه في الحال كان تمام. كان شخص كان شخص صح. هو من البدايه كان تشخيص خاطئ. تمام حضرتك يعني زي ما حضرتك نويت ان ام سلمى كانت بتتكلم عن تغير الشخصيه. تغير الشخصيه ده له علاقه باي مرض؟ البنتها شخصيتها اتغيرت له علاقه باي مرض ولا ده ناجم عن اصابتها بالشلل الرخو الحاد؟ ده يعني تغير الشخصيه مرض كبير. الشلل الرخو الحاد مرض كبير ادى الى تغير الشخصيه. ممكن تغير الشخصيه يجي من اي مرض ولا هو خاص بالمرض ده بس؟ هو مش من سمات المتلازمه. ايوه جولين باري او جولين باري سندروم ان يكون فيها تغيرات نفسيه. تمام. لان هي بتصيب الاعصاب الطرفيه. تمام. وخصوصا الميلين شيس بتاعت الاعصاب الايه الطرفيه. تمام. ممكن تصيب الاطراف السفليه والاطراف العلويه وممكن توصل للجهاز التنفسي عضلات الجهاز التنفسي او تصيب الحلق او تصيب عضلات الايه اللسان والكلام. ممكن توصل لمرحله ايه يعني خطيره ممكن توصل لمرحله متوسطه. تمام. لكن عموما الشلل الرخو بيكون فيه نسبه كبيره من الايه تمام. من الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى. تمام. ولكن النسبه دي ما بتحصلش يعني على فتره ايه سريعه. قد تاخذ فترات ايه طويله. تمام. في ناس كتير ربنا بيشوفهم في الشهر الايه الاول وبيصحوا منه تمام ومارسوا على حياتهم طبيعيه. تمام. وقد يتاخر الشفاء لثلاث سنوات او ايه او اكثر او اكثر. بالنسبه لمرض جولين باري طبعا يعني قبل ذلك فيه دكتوره تحدثت عنه عن اسبابه. ايوه دكتور عزه احمد مصطفى. الحمد لله استاذ طب الاطفال. تمام. فطبعا المرض بفضل الله عز وجل ان هو نادر الحدوث ولو حدث يعني فيه نسبه عاليه جدا من الايه الشفاء. وده من فضل الله سبحانه وتعالى ومحتاج من اهل المريض ان هم يركزوا على الحاله النفسيه للمريض. تركيز على الحاله النفسيه للمريض. بحيث ان هم يطلعوه من المرض لان لهم دور كبير اهل المريض والمجاورين له والمحيطين به. تمام. عليهم دور كبير جدا جدا في ان هم يخرجوه مما به من الم نفسي. تمام. او من صعوبات نفسيه قد يتوهمها او قد يجدها بالفعل مع قله الحركه ويعني محدوديه الحركه في فراشه. وقد يتعرض مثلا زي ما سمعنا كده ان هو يستعمل البامبرز وكذا وكذا. امور طبعا تصيب اي انسان بايه بضجر نفسي. فعليهم دور كبير جدا جدا في ان هم يحاولوا ان هم يخرجوه من هذا الامر. تمام. وانا غالبا بننصح اهل المريض والمحيطين بالمريض ان هم يعملوا نبطشيات حوالين المريض علشان يخففوا على نفسهم ان هم ممكن يصابوا بايه بملل وتعب نفسي. وممكن هم كمان يدخلوا في ايه في تعب نفسي. في ناس فعلا بتوصل لمرحله الياس ولما اهل المريض بيوصلوا لمرحله الياس بيكون بينعكس ذلك على الايه المريض وعلى المرض وبتعبوا نفسهم وبتعبوا مرضاهم. تمام. فاحنا محتاجين منهم ان هم فعلا يقوموا بدور النبطشيات لان يعني المرض بيطول اكيد. فبدام مثلا واحدة أو واحد يجلس جنب المريض 10-15 ساعة يلاقي نفسه مرهق ومحتاج ينام. لا يقسموها مع بعض. ده ساعتين ده ثلاثة بحيث المريض يلاقي إيه وجه جديد باستمرار. تمام. تغير وتكرار. وثانيا نحاولوا بقدر الإمكان إن هم يستغلوا. نصيحة مهمة حضرتك الدكتور يعني دي يعني حتة تقسيم الوقت بين أفراد الأسرة ساعتين أو ثلاث ساعات لكل فرد دي يعني حاجة مهمة جدا لنفسية المريض ونفسية المرافق ويعرفوا ازاي يبشروا حياتهم. لانه برضو الحياة مش هتتوقف ان انا عندي مريض. لازم حياتها تكون ماشية خصوصا في متطلبات في الحياة دي متطلبات ليا كنفسيا ومتطلبات مادية ومتطلبات. ففي ناس بتوقف الحياة اسبوع اسبوعين بعد كده بيوصل للايه للفشل من الكل خلاص حالة ما اسمه سيبه وارميه. مش عاوزين كده. تمام. عاوزين فعلا نتعامل مع المريض بنفس عاليه جدا. تمام. ومع البسمه ومع الضحكه ومع الفرحه ومع حتى لو اننا بنختلق هذه البسمه. تمام. ماشي. زي ما ورد في الاثر يعني ان احنا اذا زرنا المريض ننفث له في الايه في الاجل صحتك حلوه ما شاء الله انت كذا انت كذا.
ونطلعهم لحاله ونطلعهم من الحاله. تمام. كل شويه واحد يدخل انت عامل ايه اخبارك ايه ما شاء الله بهكذا. لذلك ربنا عز وجل او الرسول صلى الله عليه وسلم شرع علينا في اسلامنا زياره المرضى. والاثر على الحديث القدسي اما انك لو زرته لوجدت ذلك عندي. الله اكبر. ماشي. الحديث يقول الحديث القدسي مرضت فلم تعدني. تمام. يقول وكيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان قد مرض فلم تزر تعد؟ اما انك لو عدته لوجدت ذلك ايه عندي، يعني اجر هذا عند الله سبحانه وتعالى. الله اكبر. فزياره المريض اصلا يعني لها اجر كبير. طاعه لله سبحانه وتعالى، طاعه للرسول صلى الله عليه وسلم، وبترفع من معنويات المريض جدا جدا. وتغيير الوجوه على المريض بيخلي معنوياته ايه ترتفع، مرتفع. اللي عنده همه وعنده يعني عزيمه ان هو يخرج من ايه من مرضه. فاهل المريض محتاجين ان هم اولا ينظموا الوقت كما ذكرنا، ثم بعد ذلك يتعاملوا مع المرض على انه شيء يعني بسيط، وبسطوه في اعين الايه في عين المريض. تمام. وقسموا الخدمات اللي المفروض المريض محتاجها بين بعض، ما ده مثلا عليه يقوم بكذا وده عليه يقوم بكذا، تبقى العمليه سهله عليهم ويقدروا بفضل الله عز وجل ان هم يخرجوا من ايه من 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 هذا المرض بنسب بسيطه جدا جدا من الخساره. تمام 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 يا دكتور. الامر الثاني بالنسبه لل لل للمرض مرض جولين باري بيحتاج. ايوه. هو تخصص حضرتك في في من بارك زيبيدي، انا هو تخصص حضرتك الشلل الرخ والحاد. مرض جولين باري بفضل الله سبحانه وتعالى ان وزاره الصحه عندنا ايوه يعني ما من طبيب الا وحاطين خلفه خلف يعني المكتب بتاعه منشور عن حالات الشلل الرخ والحاد. تمام. وان يجب على كل طبيب يجد هذه الحاله ان يبلغ الاداره الصحيه فورا. وبيمر علينا كل اسبوع مش كل اسبوعين، كل اسبوع. تمام. موظف من الاداره الصحيه على العيادات وياخد بيانات بمرور حالات الشلل بورود حالات الشلل الرخ على العياده. تمام. ولو ظهرت حاله شلل رخ الوزاره بتتعامل معاها بمنتهى الجديه ومنتهى الحزم، بدليل ان حاطين على اللائحه اللي هي خلف الطبيب الارقام الايه يعني الخط الساخن للاتصال. تمام. اذا المديريه ما استجابتش معاك، الاداره ما استجابتش معاك، بما ان حضرتك الموضوع ده يعني موجود عند حضرتك وعند حضرتك خلفيه بيه وهو تخصصك. تمام. المرض ده منتشر في مصر ولا قليل ونادر؟ المرض عموما نادر، نادر جدا جدا. عشان كده عاملين نشرات. ولكن ندرته مش ما بتقللش من خطورته، بل بالعكس هو مرض نادر بس خطير، خطير جدا. فاحنا محتاجين فعلا ان زي ما موضوع الشلل الاطفال يعني كان كاد ان هو يكتسح اماكن كثيره في العالم، ولكن بفضل التكاتف والاهتمام بالتطعيمات بفضل الله بفضل الله سبحانه وتعالى اولا استطاعوا ان هم يقضوا على ايه على مرض الشلل ايه شلل الاطفال. شلل الاطفال. كذلك الوزاره عندنا مهتميه جدا جدا بمرض الشلل الرخو. ما شاء الله. يعني يكون مثلا ان طبيب خلف منه كل طبيب يعني كل طبيب حتى لو اطباء البطنه خلف منه المنشور بتاع الشلل الرخو، اقل شيء يعني يتساءل كده الشلل الرخو ده ايه ونظامه ايه واعراضه ايه وهكذا. تمام. فهيعرف ازاي يتعامل معاه بفضل الله سبحانه. تمام. دكتور عبد الحافظ لطفي عمران استشاري امراض المخ والاعصاب والطب النفسي، يعني الوقت يجري بينا، ولكن بشكر حضرتك على تشريفك لنا، شرفت ونورت. جزاك الله خير. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال، لا يسعني إلا أن أشكر حضراتكم على حسن المتابعة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.